بس انا هعرف اربي واحد واحد من اللي شغالين في المصحه دي. بس انت بتهم اخواته مش اللي شغالين في المصحه. ما هم كلهم مع بعض صدقني. انا عارفه انا بقول لك ايه. بس يا حاجه بدري احنا ما نعرفش حاجه خالص عن الموضوع ده. اتفضلوا. طب ما الحاج موجود اهو يا حاج. كنت فين يا فتحي؟ احمد ومحمد خدوني. كده ولا الحكومة ولا الأمم المتحدة تعرف تلعب معانا أي لعب. أيوة بس لازم نظبط أمورنا ورقنا مع أمجد برضو. مش عايزين العملية تبقى شاي بلبن بقى وخلطبيطة. يا خوفي ما تقدروش تفرقوا ما بين الشاي واللبن وتغرزوا في طبق السلطة اللي عملتوه في يوم وليلة. ما تخليك في حالك يا حبشي. ما أنا حالي من حالكم يا حاج أحمد. أنا خايف تروحوا تخوفوا الحكومة، هي اللي تخوفكم وتحب فيكم، وزي ما بيقولوا كده تجوا تكحلوها تعموها. ما بني على باطل فهو باطل. الكلام ده باطل قانونا ولا يجوز. قرار الاندماج ما ينفعش يبقى قرار فرد، حتى لو هو مضى على القرار ده باعتباره رئيس مجلس الاداره الجديد. يا حاج موضوع زي ده محتاج اجتماع جمعيه عموميه وموافقه جميع الاعضاء بالاجماع. الموضوع مش سبهلله. انا عملت لهم محضر منيل في الاسم انهم خطفوه، وبكره هتلاقي الخبر ده نازل في كل الجرايد. لا جايد، لا هيقولوا خطفوا اخوهم المدمن المجنون. ايه بتعالج الفضيحه يا اخويا اهون من الخساره والخراب اللي هتحل على دماغنا من ورا دمج الشركتين. العمل يا حد بيه. ما تشغلش بالك يا حاج، هنبعت جوابات للجهات المسؤوله، مجلس الوزراء ومجلس الشعب ووزاره الاقتصاد، ننفي فيه الكلام ده ونعلن عدم مسؤوليه الشركه عن اي تعامل مشترك للكيانين مع بعض. طب لازم نعمل كده بسرعه يا وحيد بيه، الموضوع ده ما ينفعش يبات للصبح، لازم ننشر في كل الجرايد خبر عكس الخبر اللي انتشر النهارده ده. طيب انا هجهز الصيغه واعرضها عليكي وعلى الحاج وبعد كده نبعتها. ابعتها على طول من غير ما تعرضها علينا. لا انا عاوز الحاج يمضي عليها الاول. طب بس بسرعه يا استاذ وحيد، ايش اللي وحياتك؟ انا مش عايزه كل اللي بنعمله ده يجي حد ويلهفه على الجاهز. ان شاء الله ما تقلقيش. عن اذنك. عن اذنك يا حاج. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. امضي حاج فتحي على الورقه دي. ورقه ايه؟ انا مش شايف. دي الورقه اللي بتقول ان انا المسؤوله عن متابعه علاجك، وانا اللي اقول مين يزورك ومين ما يزوركش. امضي هنا. يلا. ماشي. يلا حبيبي امضي. فين؟ والورقه دي كمان. ايه بتاعت ايه؟ ده تفويض بيع الفيلا لنفسي او للغير. وانا مش ضامنه يا اخويا اخواتك هيعملوا فينا ايه اكتر من اللي عملوه ده. لسه مش بعتيش يا مدريه. قصدي يا فتحي انا بس خايفه ترمي انا والعيال في الشارع، وبعدين انا هخلي الاستاذ وحيد يعملوا باسم خالد مش باسمي. انت يا فتحي انت يا حبيبي، هو انت بتتشطر على بدريه يا حبيبتك؟ يا اخويا روح اتشطر على اخواتك اللي بهدلونا. انت يا فتحي انت. بنطمن بس، احنا بنطمن يعني. في ايه حضرتك بالظبط؟ عايزينك معانا يا حاج محمد. ليه؟ خير ان شاء الله كل خير، هناك هتعرف. طيب بلغ الحاج احمد حصلوني بسرعه يا حبشي. طيب احنا نجيلك على فين بالظبط؟ على المديريه. يبقى خلاص انا جاي مع الحاج محمد. ممنوع حد يركب البوكس اللي هو. من فضلك ما تقدرش. ليه بس يا فندم؟ لازمته هتو. هو انا عملت ايه اصلا؟ هتو. يا فندم لا حول ولا قوه الا بالله. اتحكم عليه بسنتين وكل المحامين اللي جبناهم ما عرفوش يعملوا حاجه. كل ده عشان ايه؟ عشان قضيه التسعيره. قال ايه؟ بعدورة صفراء برة التسعيرة اللي عاملاها الحكومة. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا حكومة. حسبي الله. وده حصل امتى؟ من اسبوع يا حاج فتحي. محدش قال لي. بقول لك ايه؟ ونعيد لك ايه؟ انت في الحالة الهباب دي. حاج فتحي زي الفل، ما تقولوش كده. خلاص عايزين يقضوا علينا. ما خلاص حاسس مين بخلص؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. إيه ده يا ابني؟ والله حصل فيك شوية منها لله. بدرية بنت عرفان، أنا لغاية دلوقتي مش قادر أصدق إزاي جالها قلب تمضيك على ورق الطلاقة وأنت مش دريان بحاجة. يابا خلاص بقى يابا، لا إله إلا الله، ما تقلبش علي المواجع. إحنا فيه ولا فيه؟
كمان عايز مؤخر الصلاه. ايه مؤخر الصلاه كمان؟ مؤخر وده يطلع كام ده؟ 1,000,000 جنيه. ايه انت كتبت لها في اخر مره رجعتها فيها 1,000,000 جنيه؟ ايوه. اسم الله على امك انت وهو عرضوا بعطاره في الملايين بعطاره. بكره تقعوا في عرض جنيه واحد وما تلاقوهوش. اسم الله اسم الله. الاستاذ يكتب للمذيعه 1,000,000 جنيه وانت تكتب للبدريه المفتريه 1,000,000 والجرايد تكتب وتفضحكوا والدنيا تيجي عليكوا اكتر ما هي هيجه. خلاص بقى يا بابا اللي حصل حصل لا اله الا الله. ما حدش بيتعلم ببلاش. انا اللي يهمني دلوقتي اخوك محمد. محمد لازم يخرج من السجن، لازم يخرج باي طريقه. ان شاء الله يا بابا احنا عملنا نقط ربنا يسهل. بابا ايه يهمني يا بابا؟ في ايه يا فتحي؟ في ايه يا ابني؟ بس حبيبي يا فتحي الواد ماله؟ بسرعه هات الدكتور بسرعه بسرعه. معقولة يناقشوا القانون ويقروه في مجلس الشعب في 24 ساعة؟ 24 ساعة والجلسة متقعدش 4 ساعات. أنا عارف إن هم مفصلين ده عشان شركات توظيف الأموال. الشركات كلها كوم وشركتنا إحنا كوم تاني. يا حبشي علق نص القانون ده على باب الشركة عشان ما حدش يجي ياخد فلوس ولا يحط فلوس. هنشوف هنوفق اوضاعنا ازاي. خلاص يا حاج كده كده مفيش حد بيجي يحط فلوس وكل يوم مشرشح لنا جرنان شكل منع الريان من السفر طلاق بدريه زوجة الريان ومش عارف اتجوزت مين مطلعين نصابين وحراميه تبهدلنا في كل حته حاسسين الناس ان احنا خدنا فلوسهم مش هنرجعها لهم تاني. بكره يعرفوا ان هم ما تعاملوش مع حد اشرف من الريان. بكره لا وعيشنا لبكره. استغفر الله العظيم. المشكلة دلوقتي يا أحمد إن القانون 146 لسنة 1988 ده بيديك مهلة يا ابني 3 شهور. 3 شهور بس عشان توفق أوضاعك وترجع للناس فلوسها. إحنا محتاجين 2 سنين علشان نعمل الموضوع ده. ده إذا قدرنا. ده إذا كمان المودعين سابونا في حنة. أنا مش خايف من المودعين. هتركب فوق رقبتي وتكتفني وتغميني وتقول لي اجري زي اللي بتقوله ده يا امجد. عايزني اكلم رئيس الوزراء اقول له معناش فلوس ندي للمودعين حقها. مش انت لوحدك اللي هتعمل كده، ده كلنا هنعمل كده، كل شركات التوظيف. ساعتها بقى الحكومه هتخاف ومش هيقدروا يهوبوا ناحيتنا عشان خاطر المودعين. دول ممكن يكسروا البلد. طب وساعتها ايه اللي ممكن يحصل؟ ساعتها بقى ممكن يتفاهموا معانا بالراحة وبالهداوة والثلاث أشهر يا عم الحاج ممكن يجوا 3 سنين. لا إله إلا الله. طب والقانون اللي فصلوه مخصوص عشاننا؟ ما هو زي ما فصلوه مخصوص عشاننا مش هينفذوه برضو مخصوص عشاننا وعشان المودعين كمان. طيب وإذا هم حبوا ينفذوا القانون بحذافيره يا نهار أسود يا أمجد ساعتها هندخل السجن فورا. ساعتها هنقول يا فكيك. قصدك إيه؟ نهرب؟ أمال نقعد؟ مستحيل. المستحيل ان الكلبش يتلف حوالين ايديا او اقعد في زنزانه ضلمه معفنه ما فيهاش سلسوب هوا يوحد ربنا. هو ده المستحيل يا احمد واللي لا يمكن يحصل ابدا. ده انا يا راجل اتخنقت وانا بتكلم معاك في الموضوع ده دلوقتي، ما بالك بقى لو حصل. ده انا ممكن اموت من اول يوم يا احمد. طب خلاص يا امجد خلاص خلاص عشان انا كمان اتخنقت. يبقى تروح لرئيس الوزراء وتقول له ان احنا على فيض الكريم. مفيش فايدة يا ابو، هما 3 شهور مش هيزيدوا يوم. 3 شهور ايه بس؟ 3 شهور ازاي؟ ده كلها كام يوم ويخلصوا؟ الراجل اتخض لما قلت له انا مش عارف اسدد خلال المهلة، محتاج وقت عشان الم السيولة اديها للمودعين على الاقل 2 سنين. وليه تقول له كده يا دكتور؟ احنا ممكن لو اشتغلنا بايدينا واسناننا هنرجعهم في فترة اقل من كده. امجد سعيد اقترح عليا اقول كده. طب كلمته في موضوع محمد اخوك؟ كلمته يابا وبرضه رفض. قلت له عشان المهمه تبقى سهله ونعرف نشتغل انا هو ونشيل المسؤوليه ونرجع للناس فلوسها قال لي لا. قلت له ده واحد مسجون وواحد عيان
قال لي ماليش دعوه، دي مشكلتك ريان مش مشكله الدوله ولا مشكله المدعيين. القانون ما يعرفش لا سجن ولا عاهه. طب كان اداك فرصه تسافر عشان تجيب الفلوس اللي بره. مرضيش برضو يا بشيل المراقبة المكشوفة اللي عليا. طبعا خايفين لا تفك وتطير زي اللي طاروا قبل منك وما رجعوش. مش عارف اعمل ايه، الاقيها من رئيس الوزراء ولا من البلاغات اللي متقدمه ضدنا عند المدعي الاشتراكي ولا نيابه الاموال العامه ولا سوق المال ولا القانون 46 ولا بس ايه تحت ولول مكفى.